كان يا ما كان في قريب الزمان للاسبوع كنت هربوا اربعه من السلبي قتلوا حارسين الله يرحمه ياسو ادرر ارضي صفوهم في ادرر وقتلوهم قتلوا الارهابي جو واحد منهم معطوب طبعا هو حاليا يتمنى الموت في حالته الى عاد مازال حي اصلا توتا صوت الحال توتا بس نبداو فيديو سالي كتير الاسبوع طبعا علمتو بدفر الخليق وهربت السجناء ورحمه الحراس الاثنين الله يرحمهم ماتوا شهداء اجعل مسواهم المهم يا عزيزي المشاهد مهم ماش يلا نبلايو ذا فيديو. اذا كما قلنا الان حاله يعني اضطراب امني وربما تعزيزات امنيه في نواكشوط بعد حادثه الفرار هذه. فالعاصمه الموريتانيه نواكشوط بين ليله وضحاها تحولت ثكنه عسكريه، طرق مغلقة وصوت الرصاص يملأ الأرجاء، وتحذيرات أطلقها وزير الداخلية الموريتانية عقب فرار أربعة إرهابيين من أحد سجون العاصمة نواكشوط. الإرهابيون القابعون في سجن وسط العاصمة منذ أكثر من 10 سنوات فروا بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة حراسة السجن، ما أدى إلى مقتل 2 من أفراد الحرس. السلطات الموريتانية دعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي معلومات يمكن أن تساعد في عملية القبض عليهم. وتأتي هذه الدعوة عقب نشر وزارة الداخلية لمعلومات وصور للإرهابيين الفارين، من بينهم 2 محكوم عليهما بالإعدام. ويذكر أن الإرهابيين الفارين متورطون بهجمات إرهابية على ثكنات للجيش في موريتانيا خلال المدة ما بين 2005 و2011. وأضافت وزارة الداخلية في بيان لها بأن الحرس الوطني أحكم سيطرته على السجن وبدأ على الفور إجراءات تعقب الفارين بغية القبض عليهم في أقرب وقت. ويذكر أن موريتانيا ظلت بعيدة عن عمليات الإرهاب منذ عام 2011. اوكي شباب، انتم تعرفوا القصه كامله وفاهمينها من عائله زيد، عدوا من يهربوا الناس وش عدلوا وقتهم اللي هربوا فيهم شهداء اللي ماتوا وهربتهم هم شور ادرر وموتهم هم في ادرر لانهم دخلوا ادرر. ايش تتوقع منهم؟ اقل شيء قد يخلق لهم على انهم يموتوا فيه. ادرر يا بابا دي ارض الحجره، فاهم؟ ارضي. اوكي انا اسف. المهم دخلوا ادرار، كانوا طالعين قد الظهر وما ذكرتوا فمهم كتلوا واشتبكوا مع الناس والله يرحمهم. ماسك تقول الله يرحمهم للسلفيين، الله يرحمهم سواء قال الخليق وسواء اللي عادوا كفار ويهود، الله يرحمهم يرحم جميع المسلمين. الاول والتالي هم مسلمين على ما اعتقد، الله يرحمهم. شهداء ما هم شهداء بينهم هم وربهم، اللي متاكد انا منه على ان احنا حرسنا شهداء هو المهم، المهم على اني انا نعرف على حرسنا شهداء في ذي الاشتباك. ما علينا، القصه فر تعرفوها وانا ماني اللي نهري في المهريون عندكم شو انتم فر تعرفوا. القصه انا ما قد حلل فيها شو سووا. ماذا يا عزيزي المشاهد؟ انا اللي نقول لك اللي احنا كموريتانيين شعب فتال، يعني نموت وشي قالوا الفتشي، نعشق الفتشي، نوعهم اصبح نقولوا اصبح واصبح الملك لله. يلا بينا نفتحنا كشعب موريتاني، اعطينا بدايه قصه وفتصل معانا، لا تكملها لنا، ما نقدو بحد يكمل لنا قصه، نفقوا يعطينا بدايته ويخلينا احنا نسرح بخيالنا نفتح. عشقوا الفيتشي يجري في دمنا، مدمنين فيتشي، نوع فيتشي فيتشي ندور فيتشي. اصبر قاعد بمناسبه الفيتشي، في اللي يقول لك على امراه دخلت لهم السلاح، واللي يقول لك على انهم كراوا الحراس وجابوا لهم السلاح، واللي يقول لك على ان جاتهم الشام شويه تمام ودخل نقرها السلاح. فيه وفيه وفيه واللي تملى فيه لين ما تاخذ الحكومه تعطي السيناريو كامل وعقب تحقيقات وش وتحقيقات اللي كردوا وقت الحكومه كان طمع عليها تكردهم هي الاولى، الحكومه دبرها شو من تحقيقات، نكردوا السلفيين اللي هم الاولى. نتردحوا في كلاهم، نحبسوهم والله نعدلوا لهم اللي عدلوا، ارانا نحق ما عطي المنطق تبدا في تحقيق مدة هربت عن السجن وهم اصلا هاربين ذاك الوقت، شيء بديهي اللي تستلبهم اللي يفوت تكردهم راناك رجع حقك. كبدات الحكومه تحقق، اوكي نحن ما نقدروا نفتوا بشي سووا شنو سابق مع الحكومه واخذ نتيجه القصه كامله، تقول هربوا بالطريقه الفلانيه، السلاح جبروه بالطريقه الفلانيه، واخذوا من الطريقه الفلانيه، ركبوا الوتر الفلانيه، مشاو بالطريقه الفلانيه وهكذا. انا موريتاني ونبقي الفيتشي غير ماني قاعد نفتي في الموضوع، فاهمين؟ لان موريتانيين ولاد عمي ما خلاو لي شيء نفتي فيه ندور نفتي. المهم وبس الحمد لله الناس وصفوا وصفوا تنقال انقتلوا، بقى واحد منهم مجروح اللي سمعنا به ونسيتوا. الحمد لله داخلك فتره زمنيه شاطره جدا، وانا كنت نتوقعها من الحكومه على انهم هم اللي يعطوا ما ريكتيراهم دور يكردون بالعجله. حكومته نعرفها عندنا 200 بيجي بالعالم رقم 2 على ما اظن، ونعرفوها
ما كنت نبقي من الكردون مازالوا في نواكشوط فهم، ما كنت نبقي يخفوا نواكشوط اصلا ما دام خاضوا نواكشوط. لا ذا على التهديد فهم، الناس عادوا قدوا يخفوا قاعد دشره لدشره وعلى راحتهم. قال الحمد لله خليك شي شاطر و... وفاتم ردتهم مره واحده. قالوا لك الحكومه قطعت كونيكسيون بسبب كانت تتبع الارهابيين، كانوا ما يقدروا يتواصلوا عن طريق كونيكسيون، فطريق كونيكسيون صعب حتى على الحكومه تكردك به. اسهل لهم شعل انهم يقطعوا كونيكسيون ويخلوهم يشغلوا ارقام عاديين اذا شيء كانهم قد يطيروا. ما اظن الشركات الثلاثه ما تلفنجتل موريتل كول سنترهم اصلا ذي الفتره واحلين فيه لا يتبعوا الارقام والمكالمات كان، بس كردتهم هما ما عندها علاقه بابل، هما شافهم راجل يعرفهم يعرف صورهم ذي شيء وعنده من نعت لهم الطريق والله ما نعرف. قالوا هم على وقتها كانت كريفي وش ما كيف تو على انه هو سهدهم على طريق وتلف لهم ناس صنادرة قتلوهم وش كيف تشتبكوا معاهم حتى هم اللي ينكردوا ما استسلموا، هم محكوم عليهم بالاعدام. فانت ميت ميت فاشتبك، فهم ذي هي السياسه اللي لجوا لها هم، فاشتبكوا مع صنادرة وماتوا، ماتوا هم الحمد لله. سمعت الم مات حراسي من حراسنا احنا في الاشتباك الاخير اللي هم عند كتله الارهابيين سلفيين، والله يرحمه. فمجمل ضحاياهم هم ثلاثه، مجمل ضحايانا احنا ثلاثه، هما ماتوا ثلاثة ونحن ماتوا ثلاثة شهداء من الحرب. هما نعطى منهم واحد رابعهم ونحن مولي نعطى منا واحد عند الحبس، يعني مردتهم على الحبس. ارتحموا ثلاثة شهداء من الحرس ونجرح واحد، وارتحموا ثلاثة سلفيين ونجرح واحد، نحن اللي نقيسوا سيري والله شنو عاد. طبعا ما في بس يعني لا تصنت لي حد ثاني ولا تصنت لي كلامي. قال لك شو ما يوخل متحدث الرسمي باسم الحكومة ويقول لك التقرير خليك فيه، واخذنا التقرير هو اسمه البحث والله دي رواية اللي عدلوا هما عن طريقة هروبهم وما ذا الشيء، يقول لك خليك كذا ما كذا ما كذا ما كذا. صنتنا خاطئك لا تفتي، لان دول فرق خرصوا السوشيال ميديا وخرصوا الكلام اللي نقوله نحن، يضحكوا فينا. واحدة يضحكوا على ان ارهابيين دخلت لهم مرة سلاح ما ونبشت في الحبس، ارهابيين تخلوا سلاح نقرش هذه وليمه ذو والله محادي. الناس ما جاتش، انا ماشي صلي فيديو هو على ما اظن. باي باي. بوب 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 بوب.